سكينة عوافي. اهلا كوينز، اليوم للمرة الثانية على التوالي حجرب خلطات اكلكم اللي كلمة غريبة قليلة بحقها، وما حجربها لوحدي. تفضل عرف عن نفسك. مرحبا كوينز، معكم متيم بن عبد الله من قناة شخبار على اليوتيوب، ويشرفني وجودي معاكم هنا في قناة سوكي أو سوكينة. بعد ما تخلصوا هذا الفيديو تعالوا في قناتي، سوينا فيديو أنا وسوكينة إذا تبغوا تشوفوها وهي تتعذب وهي تاكل أخطر فاكهة في العالم، تلقون الرابط تحت في الوصف. متيم بن عبد الله، وخلونا نبدأ هذا التحدي. إذا كان ملاحظة واحدة لازمني أحكيها هي إنه الخلطات هذه المرة أغرب بكتير من المرة اللي فاتت. وبعد ما نخلص خلطاتكم كلها أنا هخلي متيم يجرب خلطتي الغريبة اللي أنا بكلها، وهو حيخليني أجرب خلطته الغريبة والفظيعة اللي هو بيحبها. أنا كتير جوعانة وكتير جاهزة، نبلش بأول خلطة. أول خلطة تقول: سوشي أي نوع تحبي مغموس في صلصة البيستو. بداية قوية. هذا السوشي وهذه صلصة البيستو، المفروض تكون في القنينة لكن أنا كسرت القنينة قبل شوي. شفتوا؟ أنا أحب السوشي، أموت على السوشي وأحب صلصة البيستو، لكن كيف حيطلع طعمهم مع بعض؟ خلونا نشوف. حلو غريب لكن طيب. اكيد افضل السوشي مع الصويا وكذا، لكن مثلا من باب التغيير اذا مرة حبيت طعم غريب بالسوشي، فالسوشي بطعم البيستو حلو. بكل صراحة حسيت نفسي ممكن اسويها مرة ثانية او ممكن اشتهيها كاكلة، فحاعطيها 7/10. البيستو بالعادة نكهته ثقيلة جدا، بينما السوشي نكهته خفيفة، فما ادري هل راح يكون في انسجام بين النكهتين او لا، بس ما هي مشكلة يعني نجرب. نقول بسم الله. هي نفسها الخلطة، ابدا مو سيئة. حبيت ان السوشي كريمي في الصلصة هذه اللي فوقه، فمع الصلصة هذه اللي فوقه البيستو اعطى طعم كويس. ما هي سيئة، ابعطيها بصراحة 8/10. خروح للي بعدها. ساندويتش فراولة مع شطة. هذه البنت اما مكسيكية اما عايشة في المكسيك اما عندها الجنسية المكسيكية. شايفين؟ انا احب اخلي الفراولة باوراقها، واللمسة الاخيرة شطة. الشطة كل ما كثرت كل ما صارت حياتك اجمل. اوكي، فقول بسم الله. طعمها ترى ما هو بعيد عن الفلافل مرة، ما هي سيئة ابدا، ما هي سيئة. ممكن اشوف حالي اكلها في المستقبل. بعطيها 7/10. اوكي، هذا انا شوية خايفة اجربه. بسم الله. 1 2 3. لحظة. اوكي، حبيت الفراولة مع الخبز، طعمهم يجنن مع بعض، لكن الشطة صراحة خربت ام هذه الخلطة، فحاعطيها 4/10. اذا مستمتعين بالفيديو لحد الان ولسه مش مشتركين بقناتي، بليز اضغطوا زر الاشتراك الاحمر، واهم شيء انكم تفعلوا جرس الاشعارات عشان تشجعوني وما تفوتكم الفيديوهات الرهيبه اللي جايه. دونت السكر من ستاربكس. حبيت كيف البنت محدده انه مش اي دونت، من ستاربكس من فضلك، مفتوح من النص ومدهون هريسه. ممكن انسحب واخلي متيم يكمل الفيديو لوحده. اوه ماي جاد، هذه دونت السكر من ستاربكس وهذه الهريسه. الهريسه للناس اللي ما بيعرفوا شنو هي، هي معجون شطه مشهور عندنا في بلدان المغرب العربي وخصوصا في تونس. واو، والله انها طيبة، افضل من الدونت لوحده مليون مرة. انا من النوع اللي ما بحب الحلويات، والهريسة بتكون لذيذة وبتكون مالحة، فاشوف انها اضافت طعم
خرافي للدونت. واهم شيء انه الهريسة حرارتها ما بتكون كتير عالية، حرارة مقبولة نوعا ما. هل ممكن اسويها مرة ثانية بحياتي؟ دايما حسويها دايما. البنت اللي اخترعت هذه الوصفة لازم تكون شيف 9/10. متحمسة اشوف ردة فعل متيم على الوصفة، اذا ححبها مثلي ولا لا. ما حارة ولا انا يتهيأ لي ولا الحين تجي الحرارة يعطيك احساس اللي هي اوكي يعطيك احساس الدونتس، هذا الفيل دونت يعني كان ستروبري داخل بس طعم حلو. غذاء حرارة مع السويتنس هذه مرة كويسة، ما توقعتها بتكون لذيذة ولكن بعطيها بصراحة 7/10. بيرة بدون كحول او شراب شعير بالطعم الطبيعي وعصير مانجا. بصراحة يعني اهمني شخص اللي اعطانا الفكرة، لاني جدا اكره طعم هذه بروحها. ف لحظة، هذه لازمها زوم. شفتي ماما؟ 0% الكحول. بسم الله. اوكي اوكي فاهم وجهة نظر الشخص. نايس. طعم المالت باين، اللي هو طعم الشعير، طعم المانجا باين، بس لا تكثر مانجا عشان لا يطغى على طعم الشعير. وغير كذا في يعني شيء يب 9/10 بصراحة، ومرة تستاهل التجربة. الشكل حلو، اللون حلو، شكل الرغوة حلو. ما بحس بطعم عصير المانجا، بحس بس بطعم شراب الشعير لكن أخف. ما بحب طعم الخميرة. 5/10 بس لأنه أنا ما بحب طعم البيرة، لكن الناس اللي بيحبوها ممكن يحبوا هذه الخلطة. فانتا الطعم الكلاسيكي مع نص الكوب خل أبيض. أنا ما أدري، الله يسامحك اللي كتبها، ولا ونص كوب. المرة اللي فاتت جربنا شيء يشبه كتير هذه الخلطة، واللي هو الكولا مع عصير الليمون، وصراحة كانت من أطيب الخلطات. فأتوقع هذه حتكون نفس الشيء لأنه نفس المنطق. أوكي هذا نص، وهذه نص من الفانتا. مستحيل اشرح لكم الفظاعه. انا رحت للحمام وتقيأت. هذا انسان بيعذب نفسه بكل بساطه. 0، ولو في نقطه اقل من 0 اقل من 0. ايش هذا؟ ليش انت كذا؟ الله يسامحك صراحه. اوكي شوفي اللي اول شيء يعطيك كذا طعم البرتقال بسيط، فاهم كيف يعني؟ كيفك يا حلوه، فجاه يمسك فيك طعم الخل، فاهم كيف؟ يعطيك هذه اللي كذا. not good at all. صفر من عشرة، والله يسامحك مره ثانيه. الماكارون الفرنسي مغموس في صوص باربيكيو. قلبي وجعني على الماكارون. الماكارون مسكين طول عمره عنده قيمته برستيجه. هذه بهدلة، هذه جريمة في حق الماكارون. مستحيل، هذه فيها ريحة الشواء، لحم بينشوي، وهذه ماكارون. Okay. You know like you gotta do the هذه الخلطة كارثة، مع اني بستحمل المذاقات الصعبة لكن هذه لا شكرا. المشكلة انه حرام المكرون سعره غالي، اعطيها نص نقطة من عشرة بس احترام لذوق هذه الانسانة الغنية شكلها اللي بتحب هذه الخلطة. بسم الله.
في صراع نكهات ما هو طبيعي. أحس حالي قاعد أكل توباكو تتن ما أدري يعني في كذا. بعطي صراحة 2/10 والله يسامح الشخص اللي أعطانا هذه الفكرة. خروح للي بعده. أندومي المفروض إنه يكون أندومي دجاج ولكن للأسف ما عندي أندومي دجاج فراح نستخدم أندومي خضار معاه بيضة واحدة راح يكون وأيضا زنجبيل. يعني هذه وجبة يابانية أعرفها أنا. هذه الخلطة ذكرتني شوية بالأكل الياباني. أعرف إنه اليابانيين بيحطوا بيض ني مع الأرز مثلا أو النودلز. والاندومي لسه سخن فالمفروض هذه الحرارة تطبخ شوية البيض. انا صراحة ماني مرة مع الزنجبيل ولكن من باب التجارب فقط. ليش صار كأنه عجينة خبز يا رجل؟ بسم الله. اوكي. البيض خلاه كأنه كريمي اكثر. ما احس طعم الاندومي باين جدا ما ادري ليش. فالطعم رائع، القيمة المضافة موجودة. إذا مثلا حابين تخلوا بروتينات أكثر بالإندومي وتخلوها صحية أكثر وزنجبيل وكذا، أعطيها 10/10 وهي أكثر خلطة حبيتها لحد الآن. هل حأعتمدها بحياتي؟ نعم. حلوة الوجبة ولكن تمنيت لو كان فيها مثلا غير الزنجبيل فيها نكهة زيادة شيء كذا. حسيت أنها راح تكون ألذ أفضل ولكن حتى كذا ترى ما هي سيئة. نايس. وستة من عشرة أحس يعني رقم كويس لها. تشيتوس حار مهروس تغمس فيه مخلل. احنا للأسف ما عندنا تشيتوس حار ما بعرف ليش فمضطرة استخدم تشيتوس العادي. فحاخذ التشيتوس احطه بصحن اهرسه بيدي. 1 hour later. مش حلو، مش حلو ابدا. 1/10. طعم المخلل مره قوي. طعم الفليمن هات قوي ولكن يعني 90% من الطعم او النكهه اللي قاعد اكلها هي مخلل. فيا ابعطيها بصراحه 5/10 لانها ما هي مره سيئه ولكن في نفس الوقت ما في مكس قوي. ف روح اللي بعده. مربع شوكولاته سوداء مدهون هريسه. انا بتحمس لاي شيء اي شيء فيه هريسه. الهريسه اليوم استخدمناها كثير بس you know the more you know the more you learn. تعطيها كذا لمسه بسيطه. مقبول لكن مش حلو. مستحيل افكر مره ثانيه اكل شوكولاته مع هريسه. 4/10. اوكي. هنا بقى طعم الهريسه مره. الدارك شوكليت ما انا مره معاه بس اوكي. يا 1/10 وشكرا للشخص اللي سواها لنا. 10 شيء عندنا لهذا اليوم. في عندك خبز، في عندك هوت دوغ، ولكن ما راح يحل الموضوع بدون ما تصقعه عسل. طبعا هذه ما راح تكون جدا غريبه علي. ليش؟ لان بالعاده اكل مع الهوت دوغ هاني ماسترد او خردل وعسل، ماسترد وعسل، فهذه اتوقع بتفتقد الحموضه اللي موجوده فقط لا غير. غير هالكذا اتوقع انها بتكون مره لذيذه. او ماي جاد. اعطيها 7/10. ما شيء. أبعطيها صراحة 8/10. ما توقعتها بتكون بهاللذة. زيتون أسود مع زبدة فول سوداني. أول مرة بحياتي أسمع عن هذا الاختراع. الاسم سكينة، المهنة فتح العلب. هذه ممكن من الأشياء اللي ما أدري وين رايحة هي. يعني النكهة نهائياً ما أنا قاعد أشوف. طعم الزيتون حلو
في حلاوة كذا شوية، بينو بار في ملوحة شوية كذا. اللذيذ ما هو أفضل شيء، ولكن يا بيستاهل التجربة. هذه بالذات راح أعطيها 6 من 10. أوكي. حلوة، أعطيها 6 من 10. رقم 12 اللي أنا بصراحة أسميها صراع النكهات، راح يكون فيها خردل وراح يكون فيها موز. أوكي يا صار كأنه كراميل. بسم الله. المشكلة الخردل هذا حار. أنا أقول روح للي بعدها أفضل، لأن هذه ما بعطيها حتى 2 من 10، فبعطيها 1. Oh my god، عمري بحياتي ما حاولت أخلطهم، عمري ما سمعت حد بيخلطهم. خلونا نشوف كيف طعمهم. شوف كيف عيوني دمه. هذا الخردل كتير قوي، دايما بيطلع لأنفي. ما فهمت الفكرة، ما فهمت الطعم، غريب ومش طيب. 3 من 10. شوكولاتة مربعات فوقها قرفة، شفتوا كيف؟ مثل ما توقعت لذيذة جدا، ما بتشيل من طيبوبة طيابة لذة، ما بتشيل من لذة الشوكولاتة اي شيء، بتحسوا بكل طعم الشوكولاتة زائد لذعة خفيفة من القرفة. فانا حبيت الخلطة جدا واعطيها 8 من 10. اوكي. اعطاني جو شهر 9 موسم الفول هنا، بامبكن سبايس لاتيه والاشياء هذه، السينمان والاشياء هذه، فيا اعطاني نفس المود. واو، مره نايس، مره حلوه. 9 من 10 اكيد. الخلطه الما قبل الاخيره عباره عن مشروب. انا صرت اخاف من المشروبات. عصير تفاح مع ملح. المره اللي فاتت جربنا تفاح مع ملح وحبيته كتير، والان حنجرب عصير تفاح مع ملح. عصير التفاح بالنسبة لي من أفضل العصيرات الموجودة بالحياة، أنا أحبه كتير ويا ربي ما أكرهه اليوم. هو مقبول لكنه مش طيب. أعطيها 4 من 10 لأنها مقبولة لكنها ما بتضيف أي قيمة مضافة لعصير التفاح، بالعكس بتاخد من لذته من طيبوبته. أوكي. أوه، صار شو التفاعل هذا؟ تمام لو نقول بسم الله. أربعة من عشرة، معليش يا صاحبي. هذه كوينز. والخلطة الأخيرة، تشيتوس حار تصب عليه حليب بارد. هستخدم التشيتوس العادي هذا اللي بنكهة الكاتشب، وحصب عليه شطة تباسكو بما انه اتوقع انه التشيتوس الحار حار. شكرا سكين على المعلومة الرهيبة. كتير حار، كثر تباسكو لكنه طيب. يعني دائما لما تفطر وتاكل اشياء كذا انه مفيد للصحة، ما هو سيء. نايس، اوكي. والله مره واو، بعطيها 9 من 10، وشكرا للشخص اللي اعطانا الطريقه هذه. ودائما حافظوا على الفطور، الفطور من الاشياء المفيده للصحه. يعني مع هيك انا ضد الفكره انه نستبدل شيء نوعا ما صحي اللي هو الكورن فليكس بشيء ابدا مش صحي اللي هو التشيتوس. تقييمي لهذه الخلطة، إذا بدل ما ناكل تشيتوس لوحده نضيف عليه حليب، 9 من 10، كتير طيبة. أما إذا استبدلنا كورن فليكس الفطور بالتشيتوس،
3/10 لأنه أنا ضد الفكرة. والآن صار لازم إني أنا أخلي متيم يجرب خلطتي الغريبة اللي أنا بأكلها ومعتندها بحياتي، وهو يخليني أجرب خلطته الغريبة اللي هو بحبها. وبما أن سوكي قررت إنها تورطني بالوجبات اللي جربناها، فجاء دوري الآن أعطيك الشيء اللي تجربيه، وهو أغرب شيء أكلته في حياتي وأغرب شيء أنا أحبه أو أكله أو أغرب وصفة أو خلطة اللي بتسميها، وهي إيزي. تجيب توست، تحط عليه مرتدلة، تحط عليه بينا بادر، تحط عليه جام عنب، تحط عليه عسل، تحط عليه مخلل، تحط عليه شطة. نعم، هذه كلها وجبة واحدة وتأكلها في قضمة واحدة. سكينة عوافي، بالله عليك ما لقيت خلطة أعقد من هذه. ونبدأ على بركة الله عملية تحضير ساندويتش متيم. رح أبلش بزبدة الفول السوداني، مربى عنب، مرتديلا، ححط العسل بالجهة الثانية من الساندويتش. أوكي، حقص المخلل فوق الساندويتش، وآخر شيء الشطة. طيب شوفوا كيف انا قربت اخلصه. هذه الخلطة خلتني افكر، متيم لازم يكون طباخ قوي، مش اي شخص يفكر يخلط هذه المكونات الغريبة مع بعض ويطلع الطعم موزون لهذه الدرجة. للأسف ما كنت حابة هذا الشيء يصير، كنت حابة افشل متيم امام الملايين، لكن واو خلطة سكر رهيبة، أعطيها 9/10. المشكلة إني إنسانة مملة وما عندي أكل غريب باكله، خلطتي الغريبة الوحيدة هي قهوة بالزبدة، والأخ الجميل متيم عنده حساسية من القهوة وما بيشربها، فاضطريت إني أتسلف خلطة من بابا. أنا وبابا نفس الشيء. حبك تاخذ كسكس مطبوخ بالبخار، تضيف عليه ملح وفلفل أسود، لبن حامض، وتضيف عليه هريسة. استمتع. ما حسيتها مرة غريبة بشكل انه يعني يخليني اقول لا، بالعكس حسيت انها غريبة بشكل اللي يقول لي واو لازم اجربها. وحرفيا اول مرة اجرب الكسكس في حياتي، فشكرا لك يا سكينة انك اعطيتني التجربة الجميلة هذه. ذكرتني بشيء انا كنت دائما اكله في طفولتي وما زلت احبه الى الان لما ارجع الى الخليج بشكل عام. في اي مطعم خليجي اروحه دائما اسويه، اجيب زبادي او لبن واحطه مع الرز واحط معاه شطه من الاشياء اللذيذه. فابغى اشوف هل هذه راح تعطيني نفس الاحساس او لا، وراح نقيمها كوجبه. نقول بسم الله. اوكي، وانا اكلها كان في بالي التكستشر حق الرز، ولكن الكسكس التكستشر حقه مختلف صراحه، فلافير يعني اكثر. ف اشوف حالي ممكن اكلها. الهريسه هذه مره حاره صراحة، لذيذة جدا، فيني اكلها. حبيت جدا الميكس نفسه، بعطيه بصراحة 8/10 وشكرا لك. اذا استمتعتوا ولو شوية بهذا الفيديو بليز حطوا لايك، لانه هذا الشيء اكثر شيء بالحياة ممكن يشجعنا احنا اليوتيوبرز. بحبكم كتير، بشوفكم بالفيديو الجاي.